مساء النور بنات، صافا لاباس عليكم؟ كلشي على خير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير، وليداتكم على خير. اليوم ما سجلتش لكم من الصباح، غترجعوا معايا باللور وغتشوفوا شنو وقع لينا. المهم طفى علينا الضو ولكن طيبت داكشي. هانتوما غتشوفوا معايا التسجيل كله ان شاء الله اللي قدرت عليه باش ما نخدمش بلي ماشين، وراكم عارفين. دونك طيبت داكشي اللي عندي على حسب الضو. دونك غترجعوا معايا باللور ان شاء الله، غتشوفوا اشنو درت. دونك البنات على بركه الله غنبداو نطيبو. المهم غنرجعو للعصر الحجري، غنشعلو بالبريكي. غندير ناخذ واحد المقله تكون شويه غارقه، نديرو فيها شويه ديال زيت العود. عندي هنايا الدجاج اللي مقطع هكا على شكل طولي، كديروا لا كونتيتي اللي بغيتوا على حسب الافكار ديالكم. غنديروا شويه تشحر ومن بعد ان شاء الله عاد نزيدوا عليه لي زاغران ديال الفرن. هنا عندي شويه ديال اللوبيا كتسلق، غنديرها ان شاء الله صوتي مع لي طوماط سيريز مع شويه ديال الحوت. دونك البنات من بعد ما تشحر لينا هنايا الدجاج، غنزيدو هنايا الفلافل بثلاثه الالوان. غنزيدو البصله، نسيت البصله ما قطعتهاش، نرجع لكم نخليهم يتشحروا. تاع البصله بغيت تهبط ماشي بحال هكا البنات. انا قطعت البصله هكا شرائح على شكل طولي، غنزيدها عليهم. نخليهم واحد شويه يهبطوا عاد نديروا لهم عطريه. دونك من بعد ما هبطوا لينا الفلافل والبصله وهذا، غنزيدوا شويه ديال الملحه. شويه ديال البزار. شويه ديال الثومه بودره. صافي نخلطوهم مزيان ونخليهم حتى يتشربوا داك الماء اللي كيطلق الماء و كيطلق الدجاج. هانتوما كما كتشوفوا البنات، ها باش مضوية انا باش تشوفوا مزيان. دونك كنخليوها حتى كتشحر مزيان. دابا انا ما غنزيدش الكريمه، دابا كنبغي نقدمها عاد نزيد الكريمه. بالطبيعة الحال غنشارك معكم كلشي. دابا صافي طابت وقحات، وهذاك الخضر ما تخليوهاش تطيب بزاف، ما خصهاش تطيب حلوة، تبقى شويه واقفه وشاده يعني كروكون. دونك البنات غندوزو باش نصوبو الشوربه ديالنا. اول حاجه غادي نحتاجوها وهو البصله. نشعل بعدا نسيت على الشعير. غنديرو بصيلة مشلضة هكذا، الشميشة رجعت. غنديرو شوية ديال الزيت البلدية، ونديرو هاد البصيلة تشحر. غندير معاها شوية ديال التومة. بغيتو ديرو التومة الأخرى ديروها، أنا كتعجبني هادي كتجيني بخاتك ولا قطع صواب وسخي يديك شي واحد تيقلب على الساهلة. صافي غنديرها تشحر مزيان. ايوا صافي من تشحر نعاود نرجع معاك البنات باش نحضروا الشوربه ديالنا. نسيت ما قلتلكمش غنحتاجوا البصله مشلضه، غنحتاجوا الثومه حتى هما الا بغيتو ديروها، سينو ديروا هذه ديال سميتو. غنحتاجوا واحد لابوا ديال المايس، غنحتاجوا واحد تقريبا 200 غرام ديال هذا سميتها محمصه ولا لسان الطير ولا اي حاجه عندكم.
المهم انا ما غنكثرش لان راجلي ما كيبغيش ثقيله، كيبغي خفيفه. الناس اللي كيبغيو خفيفه تكون خفيفه ديروا غير شويه، الناس اللي كيبغيوها ثقيله يكثروا من هذه. انا درت غير شويه صافي. غنحتاجوا الملحه البزار وغنحتاجوا الكريمه. انا عندي هذه ديال كوكو وقلت نستعملها كوكو با علاش ما تبقاش تضيع. صافي من بعد ما تشحرات لينا هنايا البصيله الشمس كتمشي وكتمشي. ها هو دابا الواقع. درت هنا شويه الماء يسخن باش نسقاه بالماء. ممكن الناس من بعد ما تشحرات لنا هنا البصله غنديرو هنايا عندنا واحد يطرو ديال المرق. غنديرو شويه ديال الثومه البودره. معقلتش واش درت ليها عطريه ولا ما درتهاش. شوية البزار غندير غير شويه تندق. غناخذو هنايا الحمصه، غناخذو المايس حتى هو، صافي. غنزيد مازال المرق واحد شويه. صافي ما تسدوش عليها، ماشي ديروها في طنجره الطبخ، ديروها في طنجره عاديه حيت كتفيض. صافي ونخليوها ونبقاو نحركو ساعه ساعه تتبان لكم واحد ثلث ساعه تقريبا، عاد في الاخر عاد غنزيد ان شاء الله الكريم. دونك البنات من بعد ما طابت الشوربه غنزيدو لها واحد جوج معلقات ديال السوجا. غنزيدو الكريمه ديالنا ونخليها واحد 5 دقائق وندفعو عليها. دونك البنات كيف ما كتشوفوا معايا ها هي كيفاش كتجي، والمذاق فن البنات، ساهله ودغيا كتوجد. شوفوا بريكول شنو دار راجل باش نضوي. ايوا واش غدير. دونك البنات غندوزو باش نصاوبو لي بانكيك ديالنا. دونك غنحتاجو في المقادير 3 كيسان ديال الطحين، غنحتاجو كاس ديال الزيت، غنكتب لكم المقادير في صندوق الوصف، وكاس ديال سنيده، فاني وحده، خميره وحده، شويه ديال لي بيبيت دو شوكولا، وعندنا جوج بنانات. صافي هادشي اللي غنحتاجو، وكاس الحليب. دونك اول حاجه البنات غنبداو بها غناخدو البنان. نتوما نورمالمون عندكم هذاك عندكم دابا حتى انا ما عنديش الدور راكم عارفين، استعملوا هذاك الطراب الكهربائي. انا ما يمكنش ليا غندير غير بيديا، نحاول ندير هذا سميتو المعسهم. المهم بالنسبه للبنان خصو يكون رطيطب، يكون طايب ما يكونش قاصح. دونك البنات غندوز شويه نخلطو هكا هكا بيديا. نتوما طحنوه، انا راه عرفت غيجيني هكا شويه تركيبات ما عندي ما ندير، هنا نعرفو بحق الضوء. المهم البنات الا سمعتو شي صداع سمحوا لي على هذا الصداع، راه غير ولدي وراجلي خدامين في لي طرافو. دونك البنات غنزيدو كاس الحليب، كاس الزيت، كاس ديال السنيده، فاني،
مزيان. انا راكم عارفين عندي واحد لاستيك دونك البنات انا غادي نحاول نحوله لهذا البول كبير او ميم طون غادي نصفيه باش ما يبقاش ليا داك الحبيبات باش ما يجيش خايب هكا في الماكله. كتوقع كتوقع تهرق على تهرق على لي بيبيت باغا شتي كيتحيدوا هذوك الحبيبات باش ما يجيش شي جيليس. دابا غنزيدو الطحين ديالنا دونك البنات غنزيدو الطحين بشويه بشويه شاهد قالت البات ميلونجي ها هي. قولي للناس صباح الخير سلام ما شافوكش يا يلا قولي صباح الخير ديما الحشمه يلا قاصح عليك صافي وغنزيدو لي بيبيت ديالنا هنا غنخليو في السباتول صافي نحاولو نوزعوهم كيفما كتشوفو معايا صافي انا نورمالمون راه عندي هاديك ديال البانكيك ديال الضو ولكن دابا اختكم غدير غير المقله شتي الضو شحال مهم يلا تلقاو بعد لحظات باش نطيبوهم دونك البنات ها نتوما جاو فنين ودغيا ساليت درت ثلاثه المقالي مابقاش واقفه والله ما نغسل المواعد جوج دقائق ولا نبقى واقفه بزاف دونك كيفما واحد الريحه طالعه منهم زوينه ديال الشوكولاط والبنان ما نقول لكمش البنات تنقدو ان شاء الله مع سوغ دي غاب ولا شوكولا ولا اي حاجه المهم هذيك الاخر اللي بقات الكبيره ديالي دونك هنا البنات درت لوبيا سوتي مع لي طوماط سوريز هنا كيفما كتشوفوا معايا الضو شاعل يا مظلم يا شاعل دونك كيف ما كتشوفوا معايا زدت هنا عليها لاكريم سلقت سميتو لي بات وزدت عليهم لاكريم وخلطت كلشي وغنزيد من بعد البارميزون من الفوق صافي هنايا داك الحوت درتو هنايا
داك شويه بلا زيت كيف ما درت السردين ديك النهار معاكم. وهنا عندي لا سوب. دونك البنات كان فطور ديال الزربه هو هذا كيف ما شفتوا معايا. هنا درت الحوت لراجلي مع اللوبيا، وهنا كيف ما شفتوا معايا لي بات درت فوق منهم البارميزون. هنا شفتوا معايا لي بانكيك اللي عمرنا غادي يديروا هنايا سيرو ديغابل ولا الشوكولاته. هاد الشوكولاته ما عرفتش فين لقاها راجلي فشي بيسري ما عرفتوش دي مي جابو. وهنا بوغ دو كاكاويت ديال الشوكولا والعادي، كل واحد يدهن داكشي اللي بغا صافي. وهنا هادو بدلتهم من دارك عرفتو حتى حد ما كياكل هادشي صافي. والكيك اللي بقى ديال البارح ها هو. ايوا هادشي اللي كان فطور ديال الزربه ديال الضدفة. كنتمنى يكون عجبكم. دونك البنات كنتمنى الطبيله ديال هذا النهار تكون عجبتكم. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا واخا الطياب ديال الزربه والضو كنمشي عليها كيف ما شفتوا معايا. دونك الناس اللي غيشوفوني اول مره مرحبا فيكم في القناه ديالي. ما تنساوش تنخرطوا، ما تنساوش بارطاجيو، ما تنساوش ديروا لايك باش تشجعوني وخليكم عليا. وشكرا لكم، اي على بروشين فيديو ان شاء الله باذن الله. صحه طولكم.